بص يا ابو عمو، النهارده يعني باذن الله باذن الله ماشي، انا عامل حاجه مهمه قوي. ليه؟ الا وهي اسمها الكامبينج. ازاي تصبح كامبر في 5 ثواني يا حبابي في الله؟ تايتل بدون جديد. رول احنا دي كامبرز خلاص، يا باشا. واحنا قاعدين طول الجيم ايوه بس والسلايد هو بتاعنا لو عادي. حتى لو التيم كله مات احنا مكملين يا باشا، ما احنا ماسكين مكاننا وعارفين مكاننا فين وهنفضل مكملين فيه دي يا باشا. مقتنع وهخش حرفيا. اللي هي البتاع اللي هي اللي بيحط فيها البلاند دي، هفضل واقف فيها. شفت انا جاي وراك، خلي بالك دول فيجن رعش، كلهم داخلين، شكلهم ده هم داخلين اصلا. جامد. اه اصلا دي احط كاميرا دي حط. يا اسطى، اهدى 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 في حد شويه، يا اسطى، في شايفك حد يا في اسطى، اتنين يا اسطى، في مش تلاته هلحق اصلا، اروح يا في اسطى كامبينج يا اسطى. اهدى اهدى شويه، اهدى اهدى. يا لهوي اقول لك يا يا اسطى، في لهوي، 50 واحد دول، استنى احط الكاميرا ده كده. هم راحوا، شوت دارك، ده هم راحوا. استنى اشوف، او واحد هنا واير. ما جبت واحدة سادي يا اسطى. بص هي كده كده الجولة الأول ما تكسبش، فاحنا نستنى الجولة التانية يا باشا. بس كسبناها، اتحسبت، كده رول. احنا اللي ايزي كرناهم لايف ايزي دلوقتي، جيم، صح؟ احنا اللي كرناهم، صح؟ كامبينج لايف ايزي يا بام. هي أول جولة مش كامبينج أوي بس هي. بص يا إما أنت تقف هنا على الباب ده وأنا أقف على الناحية التانية اللي هناك دي، ماشي، ماشي؟ انا امسك أنت الباب اختار ده، حتة بقى يعني، فاهم؟ انا امسك الباب اللي قدامي ده، انت امسك الحتة اللي على الجنب اللي هناك دي. ده مفيش بني آدم أصلا هيجي، مفيش بني آدم هيجي ليه أصلا؟ الصح، تمام. ما راحوا، سمع راحوا البي، الصوت؟ راحوا البي. ايوه راحوا البي، تعالى بي، تعالى بي، راح بي يا باشا. سيبك. انا مكمل هنا يا باشا. طب انا في مكان كامب، احنا هنكامب على ايه وهم مش موجودين؟ ايوه طيب ماليش فيه يا باشا. فين فكرة الكامب؟ اللي كلهم هيرجع يا ايه اسطى، هيموت، ماليش فيه. اكيد كلهم حد فيهم هي الله. حاسس بفكرة يا جدعان، فكرة اكيد قصدها، حد جاي. بيحطوا السبايك. انا اسف، انا اسف، انا اسف. طب ايه ده، ازاي؟ في 2 سبكتر عليا يا باشا. بس طب انا خليك سامع انت صوت كده حد يا عاوز، اسطى على فكرة. خليك انت كده على وضعك، انا بس انا واقف كده خلاص، انا كده كده مميت انتهى. اللي هي ايه بقى المهم؟ ايوه اللي انا افضل واقف كده مستني اللي هي. هي دي حد المهم. هيجي، انا دي حد هيجي جاري دلوقتي، حد هيجي يجري دلوقتي. انت عارف ده شغل مين ده؟ وز شغل تيمو، يفضل مستخبي. حد هيجي يا اسطى. بس عاش يا معلم، عملت الحركة دي ازاي؟ رأيك؟ صوت مني؟ مش عارف، انا مش عارف، انا مش عارف. ولا قاعد بيضرب نار ده الواد ده غبي ولا ايه؟ ده خلاص بقى هما داخل، هيموت، داخل هيموت. اجريسيف لا هو منه. هيموت الواد دلوقتي، ما يجمش بس الباب ده استنى، كده. بس بسيط هنا. في حد متهيألي هيجي؟ لا ما انت لو مت هتبقى سايب فشل. بص انا لاج، انا الام بتاعي وحش كده ازاي؟ انا مش فاهم. خليك انت كده على وضعك. ايوه هم خلي بالك كلهم لمسه ويموتوا، يعني التيم بتاعنا بيقدر اللي احنا بنعمله ليه. ده انت خنزير، ما دي وراك حاجه. تمام الراوند دي يخلص. وانا طب ابعد شويه طبعا عشان لو بتاع تنفجر يا اسطى. ده بيقول عليك اف كي يا اسطى. علمني يا وز، علمني. حد ثاني؟ حد هيجي تاني بتاعي. فيري اف كي والله. وبيفكروني اف كي فعلا. هو بالعظمه اللي انت بتعملها دي اكيد اف كي. اول معلش مش اف كي، انا العظمه اللي ولا اجى فكرني اف كي فعلا. في حد جاي من الجنب التاني، وفي حد جاي من هنا، جاي من هنا، جاي من هنا. امسك نفسك بقى. بص في جبت واحد، علمني في يا اسطى. في واحد تاني معاه هيفي، انا عارف، عارف. في واحد جاي من ناحيه ناحيه شوف ها. يلا احنا هنعتمد على نفسنا. شوت دارت. طب ايه الدنيا؟ شوت دارت ريفيلينج اريا. جاي من هنا على فكره. اي سي سمون. هيلب 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 هيلب. وزه وزه. بقول لك جاي من ورا يا اسطى، جاي من ورا يا اسطى. مش من ورا، ده كان قدامنا لا بالظبط يا اسطى. ايوه كان قدامنا، بس كان في حد. شفت الكامبينج؟ شفت الكامبينج جاي. بص تالت يا باشا على التيم يا اسطى. انت خلاص كسبنا. جي جي. لا ده الجيم كان صعب فشخ، مش عارف، انا مش مش عارف عارف والله والله. العظيم. انا بص انا تعبت ان هو في مكانه والله، الموضوع كان صعب فشخ. والله انا قاعد ساعه مستني حد يجي، ما حدش جه. تيم امبل ولا من ارحاف مكان خسرت ثاني. السكيلز بتاعتي.
السكيلز ده خاطر السكيلز كنت خايفين منك صح؟ ما حاولت اقلل من حرفندك شويه بس كده عشان الناس ما يخافوش منك قوي ما يقولكش. انا بقول كده يا اسطى برده يعني هما برده هما بص خايفين يجوا اصلا يعني هو خلاص هو ولا خايف عارف اللي انا واقف هنا مش هيطلع مش هيجي اصلا. طبعا طبعا ما هيجوا من هنا هيجوا على ايه؟ بص بص واحد واحده ماتت هي جنبي شوت داون واحد باجي من هنا نوير تو ران بس انا مش عارف اللي بيحصل بس انا ماشي انا اسف مشوني انا غلطان ان لعبت معاكم يا جدعان انا جاي لك اوز حد جه حد عند الباب ده انا جاي لك يا اسطى احميني ريفيلينج اريا استنى كده بص واحده هنا يا اسطى واحده هنا واحده هنا شافنا اسطى ارجع 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 بسرعه هيجوا هيجوا من هنا هيجوا من هنا هيجوا من هنا حط حته كده حط حته كده باجي من الباب بيس انا همسكك من الناحيه الثانيه لو مت انت مت وانا وان اتش بي فاللي هو بيس يا اسطى لول بتكلمنا انا يا اسطى ساد انا مسيت طلقه يا اسطى ساد ساد فشخ يا اسطى انا خسرت الكامبينج بتاعي يا اسطى خسرت السكيل احنا ثلاثه معانا بس انا اقف في نفس الحته بتاعتي معاك الاوبريتور صح اقف هنا وانا هقف يعني انت خد الباب وانا اخد الجنب الثاني انت ما تنزلش تحت خالص هتنزل تحت خالص هتموت قشطه قشطه هامن المكان بس كده عشان ما حدش يجي من ظهرنا بس امن بص واحد واحد جه معايا يحب يكمل معانا عادي حط كاميرا هنا عشان نشوف لو في حد جاي من الجنب كده لول ولا جاب سنايبر يا جماعه اللي جابته في حد هنا حد هيجي من هنا في حد هيجي من هنا يابا احنا معاك اضرب وخلاص اضرب والشيخ اضرب اضرب عشان تسوي اضرب لا انا بضرب ضربت الدارت اه يمكن لو في حد جوه هيبان كلهم هناك واحد هنا برضه طب اضربوا سنايبرات على انا ماسك السبايك ماسك السبايك عديني يا ولد في حد يا اسطى هنا يا اسطى خلاص انا هجيبها انا هجيبها دي اول ما تطلع هتموت يا اسطى اول ما تطلع هتموت بعد يا اسطى ده توم يوز يوز ريفيلينج اريا 30 سكند لفت يا جماعه واحده راحوا البي راحوا البي اه لازم مش بقول لك احنا جامدين فيهاش خلاص ده بس غير انا غيرنا احنا بس على وضعك يا باشا ويلكم تو ماي هي تيجي 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 وير از ايفري ون هايدينج بص هم هناك فين جوا ما هم جوا يا اسطى خلاص خلاص ارجع ارجع سيف 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 يا اسطى حط واحدة يا اسطى هو قلت له خليه في الكامب ما هوش مقتنع بره لازم يروح يموت نفسه ورا ضيع الاوبريتور اللي معاه معايا اوبريتور يعني قالوا موتنا قبل كده بسبب الحركة شكرا من هناك شكرا من هناك وز انت زي ما انت زي ما جبتوش بس ايوه علمني يا وز علمني هم مش هيطلعوا من الحته دي خلاص هم خلاص عارفين اللي انا واقف شفت الكامبينج شفت علمني يا وز واحد طلع غبي وجه ريفيلينج اريا مسيتها دي انا جاي لك يا عم يا فين انا ما امسك الحمامات اتلبست سنايبر اتحرك شو تطلق العيال ايه لك كفايه كانسر بقى دير دي ار كلهم فعلا في اتنين في او ثلاثة شايف اي سي نوير تو ران هاي ابدا هاندل ده انا اديته عضل ثلاثة خمسة مستحيل حلو بس احنا ما فيهاش في تيم اصلا كله ثلاثة احنا بنلعب قدام خمسة يا باشا الثلاثة خمسة ايه الجديد دي؟ ويلكم تو فالورنت عارف لو دي جيم
اقول لك ايه ده لما تروح هتلاقي هو هتطلع هتموت يا عم. ايه اللي انت وحش كده ليه؟ انا بجد انا الو تيك ان اوت. ايوه علمني. بس في حاجه حطوها في الابديت الجديد، تحب تعرف ايه؟ اسمها سرندر، حطها في الابديت الجديد. اول مره راوند يبدا اكتب سلاش يس ايز ذا لايف ايزي جيم النكست يا باشا. انا جنب بعد شوك دارك لاست بلاير ستاندينج. اضرب عز، اضرب ثانيه ايزي. عايزني جيل يا باشا انا في البيس. اضرب درون واضرب اور. علمني يا وز. معاه سنايبر بالدور، بس بالدور اهم حاجه الدور. اور سبايك كارير از ديد. اور سبايك كارير از ديد. ده بيكامب بيقلدنا حب الناس. بس خمسه ضدك وز، انا واثق فيك وزك. ما حب الناس يا باشا وهموتهم كلهم الا بقى لو هم شايفين السنايبر بتاع من هنا. يب وز وراك. اللي بقى هم شايفين السنايبر بتعمل الحته اللي كنت واقف فيها وعارفين ان انا واقف فيها. دي لا بيزي جيم يا باشا.